الدولة أن تعتمد ميزانية وخطط للميزانية وخطط للإنفاق وخطط لتصريف ما قد يتوفر، ما يسمى الفائض، وخطط لتسديد العجز يقسط ويسدد هكذا. فإذا كانت الدول عندها الحساب هذا، أنت ما عندك حساب، ما تحصل من الراتب ينفق وينفذ في الشهوات وطاعة النساء والصبيان خلال 5 أيام من الشهر، طيب بقية الشهر أو تروح تستقرض وتقسط قرض تسدد فيه وقسط تسدده على حتى لا يصلك من راتبك شيء. هذا منطق، هذا منطق عقلاء، هذا منطق سفهاء اللي هذه طريقته يستحق الحجر عليه من القاضي، انه يحجر عليه. كل ما راق حتى السيارة الآن عند أبواب الناس يؤخذ جديدة بالتقسيط وترمى الثانية على جنب وتتلف أو تسرق قطع غيار، تسرق يوميا وهي باقية سنة سنتين ثلاث ما التفت إليها. ليش؟ لأنه استغني عن هذا منطق، ذا هذا منهج رجال، هذا منهج سفعة ما هو منهج رجال. فلا بد من هذا، فالأمور لا بد يكون لها دراسة. الله عز وجل وعدك بالرزق، قال بعض السلف والله لا يهمني إني ما في بيتي شيء، قيل لما؟ قال إذا ما صار في البيت شيء سألت الله عز وجل فأعطاني لثقته في ربه جل وعلا. وكان بعض السلف إذا قال له أهله ليس في البيت قوت، يعني ما عندنا تمر، القوت تراه التمر، ما عندنا شعير، ما عندنا حب، كل بلد لهم قوت ذرة كذا، قال يا أهيلاه صلوا، يا أهيلاه صلوا، ويقرأ قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ويرزق لأنه مقتصد. ومن سأل الله الحاجة بإلحاح وثقة بالله جل وعلا يسر الله أمره، من يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له من أمره يسرا يرزقه من حيث لا يحتسب يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. فهكذا يكون المسلم، ما هو إما إن الإنسان يجمع كل شيء وإلا ينفق كل شيء. ترى عامة الناس الآن، عامة الناس ما يأتي الشهر وعندهم درهم واحد، ليش؟ لأنه موزع أقساط كذا 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 كذا. يصلح هذا؟ هي ضروريات، هذه حاجيات ما هي ضروريات. وربما أنه يسأل الناس، يأخذ فواتير ويروح يسأل الناس يسددون عنه، هذا منطق، هذا يصلح. بل والله إنه بعض النساء تأتي للبيوت تسأل ومعها 3 بنات 4 كل واحدة معها جوال قيمته 5000 ريال، هذا منطق ذا، وهذا يعطى لهذا مظهره. فإذا الأمر خطير، يحتاج إلى إعادة نظر ويحتاج إلى منهج شرعي فيه، ويحتاج إلى مقارنة بين أمر الدنيا والآخرة. المفلس في الآخرة هو من يأتي وقد ذهبت حسناته لمظالم الناس، هذا المفلس في الآخرة. وأنت ما تجعل لك رصيد في الآخرة احتياطا بالصدقات وصلة الأرحام والإحسان إلى مستحقه والإعانة على الخير وكذا وكذا وكذا، ما إماطة الأذى عن الطريق وركعتي الضحى وصلاة الليل مع التوفير من الدخل للنوائب والحاجات، ما عال من اقتصد. وجاء رجل من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، افهموا هذا، معه مثل البيضة فضة، قال هذه صدقة لله ورسوله لا أجد غيرها،
قال الراوي: فصكه النبي صلى الله عليه وسلم لو أصابت وجهه فقعت عينه. قال: يأتيني أحدكم بكذا يقول هذه لا أجد غيرها صدقة لله ورسوله. يعني إنه أفضل شيء إنك تنفقها على نفسك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته لذي رحم ودينار أنفقته على نفسك أفضلها دينار أنفقته على نفسك. فالنفقة على الأهل وعلى النفس الضرورية وبعدها الحاجية من غير دين من غير تقصير هذه يؤجر الإنسان عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها فهي له صدقة. فأفضل النفق على نفسك ثم على زوجك ثم على ولدك ثم على والديك ثم على رحمك ثم الصدقة تعم. هكذا يقول الإنسان فيكون فيه وعي وعي في تدبير الرزق الدخل وتدبير الصرف ويكون فيه صدقة أسبوعية يومية شهرية صدقة معدة صدقة تنفق أبرك للرزق. إذا تصدقت وأنفقت على نفسك وعلى غيرك أبرك للرزق وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. لكن تنفق سرف تنفق تشهي تنفق مباهاة تنفق مجاراة للناس فوق طاقتك لا هذا معصي ما يصح هذا عليك إثم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. والنفقة إذا أنفقتها على أهلك وأنت كاره لبخلك قد لا تؤجر عليها لأن ما طابت نفسك. الله طيب لا يقبل إلا طيب. فأنفق عن طيب نفس وأنفق باقتصاد وأنفق عن حسبة وأنفق في الأمور تراعي الأولويات. هذا المنهج الشرعي. وإياك والاستدانة من غير ضرورة وإياك والتقسيط توسعا في الحاجيات والكماليات. إياك فإنك ملوم قد تبتلى بالدين وتبتلى بالفقر بسبب سوء تصرفك وتبتلى بالمضايقة من الدائنين وما يترتب على ذلك من البليات نسأل الله العافية والسلام. فانظر فيتبين من هذا أن التقلل من الدنيا هو الخير وما كتب الله عز وجل يقتصد فيه وما اقتضت الحال إنفاقه ينفق عن حسبه ورجع لله عز وجل وثقة أن الله يخلفه بخير منه ويأجر عليه وترتفع به الدرجة عند الله جل وعلا. ولا يبالغ الإنسان ولا يشح ولا يبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون وقان الله وإياكم شح أنفسهم. هكذا ينبغي الإنسان أنه يتنبه لهذه الأمور. ما تجري الأمور على العادات وعلى المجاراة وعلى المباهاة وعلى طاعة السفهاء. الآن الناس يدخلون للتموينات وغيره ليش؟ قالوا فيه عروض ويطلع محمل كثر العروض 10 مرات. ليش؟ ما راح تجيب مقاضي راح تجيب خاص حاجة خاصة معي. ليش تزيد عليه؟ ولو زدت شيء عليه في إغراء وعرض فيكون محدود ما يكون كل شيء تأتي به. أصنع يوم عندكم في البيت كل شيء يوم ما عندكم شيء. هذا خل في العقول وخل في التصرفات وخلفات الشرع. فالناس يحتاجون إلى مراجعة للشرع ومعرفة المنهج الشرعي في الإنفاق مثل ما إنهم بحاجة إلى مراعاة المنهج الشرعي في الكسب. كثير من الناس يكسب
المال من حرام لأنه لا يبالي أصلا، أو لأنه يجاري هذا وذاك، هذا ما ينبغي أبدا. وليس المسؤول يقول نفسه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مكانك يعني ما تتجاوز مكانك حتى تفرغ من السؤال. وهذا اللي أخر الأغنياء عن الجنة، كثرة السؤال. ليش؟ لكثرة المال، لكثرة اللي دخل المال من ما فيه شبهة، أو قد يكون عياذ بالله من الحرام الصريح. فأسعد الناس المخفون الذين اقتنعوا من الدنيا باليسير وأنفقوها في الوجه المرضي ابتغاء وجه الله عز وجل، حسبة واقتصاد ومراعاة للأولويات والمهمات، بدأ بالأهم ثم الذي يليه. أما تكون الدنيا هكذا ما يصير أبدا، ولا هذا منهج عقلاء ولا منهج أهل إيمان وانتظار للآخرة أبدا. فالأمور مثل ما يقولون العوام مزفية، أنت مسؤول وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. كل ما يكتب شيء مكتوب عليك أو لك، هذا أمر مهم يتفضل له. ولذلك اختار كثير من السلف، اختاروا الفقر، اختاروا القلة التقلل، اختاروا الزهد مع أنهم أغنياء، لكن اختاروا رضوا. عمر ابن عمر رضي الله عنهما أعتق أكثر من 1000 عبد، كان عنده عبد مملوك وطالب علم ويعينه على كل خير وكذا كذا كذا. لما فرغ مرة من صلاته التفت إليه قال أنت عتيق، قال يا سيدي كذا، قال إني قرأت قول الله تعالى لن تنال البر حتى تنفق ما تحبون وأنت أحب شيء إلي، أنت عتيق لوجه الله. قيل له نأتيك بجوارش حلوى بعد الطعام، قال أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون، كيف أكل حلوى؟ ما يحتاج. وجاء الإفطار فكان يعطون أهل أرغفة للإفطار عليها من الصوم، فيأتي مسكين يعطيه واحد ومسكين يعطيها الثاني ومسكين يعطيها الثالث، صاروا يقللون حتى ما بقي له إلا رغيف واحد. لما استلمه جاء فقير أعطاه إياه، هكذا يدخرون رصيدا للآخر. ينبغي مراجعة هذا، وإذا قرأتم هذه الأمثلة ما تستغربون. رب ذي طمرين مدفوع بالأبواب، عزيز نفس وغني نفس وكريم نفس وتقي ونقي وخفي، لكن مظهر زهد قناعة من الدنيا باليسير وعدم اللبها بها ولا الاهتمام بها، يريد الآخرة مشغول بآخرته. والثاني ابتلي بالفقر ورضي وصبر، قال الحمد لله في قلة في تخفيف عن حمل الظهر، فإن أعطي شكر وإن ابتلي بالفقر صبر، وهكذا. هذا منهج السلف. وأغنياء السلف كان الغنى في قلوبهم والدنيا في أيديه، ما تدخل القلوب، ولذا تنفق في كل وجه في خير قربه إلى الله جل وعلا، قريب أو بعيد، كثير أو قليل، يسير أو كبير، كل وفقنا الله ويكن ما يحبه الله جل وعلا مهداة المهتدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله.